يعني الحمد أنا لله حسب ما ما زلت سألت شنو تلعب بالفلوس لعب. ما زلت الحمد لله، لأنه لا مثلا الوضع تغير حسب ما أني سمعت، شلون تغير مثلا؟ يعني ماديا اختلف الوضع وياك. لا يعني قبل كنت تاكل 20 وجبة باليوم، هسه 3 وجبات ومي وشاي وانتهى الموضوع، شو المشكلة؟ لا مثلا انت بيت ايه ما عندك اليوم، ما عاد من زمان بيت، حتى من كانت اموري اوكي بصفي بيت اقدر اشتري 3 بيوت قبل غدير، هسه البيت $1.5 مليون ليش اللي ما بصفي اشتغل؟ ليش صار ما عندك بيت اليوم؟ الحقيقة. يعني خلي يسمع ما سامعني، خلي يسمع، انا ما اكره احد طبعا، زين. لكن اكره التصرف وكل فعل ردة فعل. يعني يقول لك مثلا تكره النظام، لا مو اكره النظام، اكره النظام اذا بنى جسر اصفق له، واذا هدم جسر انتقده. زين. ايه هذا الموضوع، ولا سياسي انا اصلا. لكن لما تقول لي كنت اضوج، من مو اضوج، اقلق بانه يكون لي بيت بالعراق، لان اعرف نفسي ساعه ساعه اعدم. اوف. نعم هذا من الثمانينات، مو هسه جانا واحد انهزم مدري وين ياكل خبز ركاك بفلان دوله ما ادري شنو، كانت الوسخ وجاني هنا صار لي حطله ما ادري ايش وصار رئيس وزراء ولا غيره. لا احنا من زمان كنا لاجل الوطن، مو لاجل المنصب ولا كنت عايش لاجل بقلق يعني. قلق. نعم اعرف نفسي انا انتقد النظام يوميا وفي كل مكان، بالجيش، الجيش يكتبون عليه تقارير بس تسمع الحكي، بس وين ما حكي عن النظام، بس هو عن النظام حكي. يعني ولو كان الفيس ذيك الفتره موجود كان عدمت من زمان. اول من يكتب ويعدم هو حسين البصري. زين كتب عليك تقارير هواية بذاك النظام.